سلام البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هاني كل شيء مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله. انا البنات اللوبيا بالعطريه ديالها كل شيء، درت عليها كل شيء في خطره، ودابا راه مرقت عليها ودرتها فوق البوطه طيب، وغسلتها البنات، غسلت الميعنات. وديما انا البنات كيكون عندي الجيكس في الدار والصابون البلدي، دابا راه هاد الكاسرونيه كتشوفوا حكيتها، وهذيك الصينيات بجوجهم حتى هما دوزت عليهم الجيكس وصافي، خليت الغدا يطيب. وهاد الزيتونه البنات صيفطوا لينا الوالد الله يطول عمره، صيفطوا لينا من البلاد ورقته، ودابا بدلت ليه الماء حيت خص النهار ونهار لا نبدلوا ليه الماء. ودابا البنات هاد القزبر هذا غنقطع القزبر، قزبر ومعدنوس غسلته وخليته حتى نشف مزيان مزيان من الماء، عاد غادي نقطعو، غنقطعو تقطيعه غليظه وغادي نديرو في هذيك الماكينه باش نطحنو. صراحه هاد الماكينه زوينه، كنقطع بها القزبر، كنقطع بها البصله، كنقطع الحوت الا بغيت ندير سردين، الا بغيت نديرو كفسة عاوتاني كنقطعو بها. صراحة كتنفع بزاف، والقزبر يتقطع يدار في الثلاجة من جهة ما يخسرش، حيت الا بقى ما مقطع ما والو ما غادي يقدر يصفر ولا يخسر، ولكن فاش كنقطعوه ونديروه في الفريكو تيبقى زوين وعاوتاني كيسهل علينا، حيت نبغيو كنجبدو تيكون مقطع ومصايب، وفاش كيكون ناشف بحال هكا غسلنا وخلينا حتى نشف من الماء مزيان كيجينا ساهل، فاش كنبغيو نجبدو نخويو منه الا كنا نطيبو شي حاجه كيجي ساهل باش كناخدو منه. اما الا كان فازق ما تيبغيش تيبقى مجموع، خصك تبقاي تهرسيه بشي حاجه وعاد ديري داكشي اللي بغيتي. وصافي وجدت هنايا هاد الميكال اللي غادي ندير فيها القزبر ونديرو في الثلاجه، هانتوما معايا. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أيدتني ورحمتني وسترتني كرما، فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعلي سترك دائما مسبول. فلك المحامد والممادح في الثناء، يا من هو المقصود والمسؤول. يا من هو المقصود والمسؤول. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أيدتني ورحمتني وسترتني كرما، فأنت لمن رجاك كفيل. وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعلي سترك دائما مسبول. فلك المحامد والممادح في الثناء، يا من هو المقصود والمسؤول. يا من هو المقصود والمسؤول. إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق انبرق، فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق، وحث إلى الرحمن سيرا، فإننا على هذه الدنيا